أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. إحنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المدمن والفرق بينه وبين المتعاطي والقرار ودور الأهل في مساعدته لأخذ القرار. طيب المدمن النهاردة أو الأهل عايزين ياخدوا القرار، والحقيقة إن القرار ده قرار ممكن يكلفه حياته، ده قرار مهم جدا ومحتاجين نركز جامد أوي وهو بياخد القرار، لأن إحنا لما بنيجي نبحث عن مكان أو مستشفى للعلاج فإحنا لينا مقومات معينة بندور عليها، ومن أهم المقومات اللي اتكلمنا عليها قبل كده هي مقومات إن المكان ده يكون بيعمل برامج لإعادة التأهيل النفسي والسلوكي، لأن ده هو الأساس وده اللي بيحقق نتائج وده اللي حقق 90% من النتائج. المدمن عادة بشخصه هو شخص اتلخبطت حياته واتقطعت زي الصورة اللي اتقطعت 100,000 حتة. الصورة اللي اتقطعت 100,000 حتة محتاجة نعمل ان احنا نوضب الصورة، زي قصة زمان كنت بقولها سريعا كده ودي مهمة. القصة دي من راجل جه يعلم ابنه الصغير ازاي يفكر، وابنه ما كانش عارف يفكر، فجاب له ورقة في الوش في صورة وفي الظهر في خريطة العالم، وقطع له الورقة وقال له اعمل لي خريطة العالم. فالولد الصغير مش عارف يعمل خريطة العالم ومش فاهم يعملها ازاي ومش عارف اماكن الدول فين. فببساطة قعد زعلان يوم والتاني، عدى عليه راجل كبير صاحب ابوه قال له مالك يا ابني؟ قال له بابا طلب مني كذا كذا وانا ما عرفتش اعمل الخريطة. فقال له بسيط، اقلب الورقة وحط الوش مكانه والعينين مكانها والمناخير مكانها، ولما هتكمل الوش الخريطة هتتكمل. إعادة التأهيل هو بالظبط نفس الفكرة، احنا بنساعده ازاي يكمل الصورة دي عشان تظبط حياته وعشان يقدر يرجع لحياته. المراحل بتاعتنا هي أربع مراحل واضحة، اللي هي مرحلة التقييم والتشخيص يمكن هنتكلم عليها دلوقتي بشكل مفصل، مرحلة طرد السموم من الجسم أو الأعراض الانسحابية، ودي لناس كتير فاكرة أنها أصعب مرحلة والحقيقة هي أسهل مرحلة. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إعادة التأهيل النفسي والسلوكي، ودي أهم مرحلة في المراحل. بعد كده مرحلة المتابعة الخارجية. لو كوننا الأربع مراحل دول فإحنا ضمننا نسبة شفاء بنسبة 90%. مرحلة التقييم والتشخيص مرحلة أساسية في العلاج، لأن المرحلة دي هي اللي بتحط تفاصيل الخطة العلاجية القادمة. الموضوع التشخيص والتقييم بيبدأ بشكل بيطابق معايير الدستور الأخلاقي للمهنة. الطبيب الأخصائي بيقابل الحالة أو العميل، بيتأكد من الصحة الحالة العقلية للمريض، لأن في بعض الأحيان بعض الناس اللي عندهم اعتماد على المواد مش بكل أصنافها واعتماد على الكحول بيكون عندهم اضطرابات عقلية. المرحلة دي عادة بتكون ما بين 10 ل 15 يوم، نبدأ بيها بتشخيص الحالة، كتابة ما يسمى بالسكاتري شيت أو النموذج بتاع الفحص اللي بالمريض، بتتحط الأدوية الأساسية اللي بتساعد المريض على أنه هو يتخلص من السموم ويكون مرتاح، يعني ما بيكونش فيه اضطرابات في العلامات الحيوية. الطبيب بيحط الخطة اللي هي متابعة العلامات الحيوية اليومية اللي هي طول اليوم تحت مراقبة الطاقم المساعد اللي هو طاقم التمريض. لو كان المريض عنده تاريخ في اضطراب عقلي ممكن يتم وصف الأدوية اللي بتستهدف الأعراض بتاعت المرض. هي عملية مهنية معقدة وطويلة وبتحتاج إلى تركيز، وبيشارك فيها الاستاف كله بدءا من الطبيب اللي هو بيدخل حالة الطبيب الأخصائي، بعد كده هتتعرض على الاستشاري، هيكون فيها الأخصائي النفسي، هيكون فيها بيطبق جزء منها التمريض والطاقم الطبي المساعد، كذلك هيكون فيها تجهيز المريض للمرحلة اللاحقة. بعد هذه المرحلة اللي هي أساسية هيتم توجيه المريض إلى المكان اللي هو بيطبق الخطة العلاجية اللي مفروض تتعمل. المريض اللي معتمد على المواد المخدرة أو الكحول بس يختلف على المريض اللي عنده اضطرابات في الصحة العقلية، اللي عادة بشكل غير مهني عشان يكون الموضوع مبسط بيلاحظ حد بيكلم نفسه، حد بيضحك لوحده، حد بيشك في الآخرين اللي حواليه، بيحاول بيكره مثلا ملابسه بيحاول يرميها، بيتعامل بطريقة غريبة شوية. طبعا الشخص ده أو الحد ده لما بنوجهه للقسم الخاص للعلاج يختلف عن حد تاني عنده اعتماد على المواد المخدرة فقط، لأن في عندنا برنامجين أو بالأحرى ثلاث برامج. عندنا برنامج خاص بالناس اللي بيعتمدوا على المواد المخدرة اللي هو لاحقا في مرحلة إعادة التأهيل، بتحدد ده خطواته من البداية من المرحلة دي. عندنا برنامج اللي هو بيتعامل مع الناس اللي عندهم اضطراب
عقلي مع الاعتماد على المواد المخدرة أو المواد المخدرة أدت إلى اضطراب عقلي، اللي هو خلل في الوظائف اليومية، اللي زي ما قلنا بيشك في الآخرين، بيتضايق، بيكلم نفسه، بيضحك لوحده. عندنا برنامج ثالث اللي هو هيكون في بدايته يختلف على الاثنين التانيين، اللي هو الشخص اللي عنده اضطراب عقلي بس مش متعاطى مادة مخدرة. طبعا الخطوة الأولانية أساسية زي ما قلت هي الأخصائي، بعد كده يتدخل الاستشاري من خلال وضع التفاصيل أكتر، في فريق كامل متكامل من التمريض إلى الأخصائيين النفسيين إلى كل الناس اللي هي بتقوم بالعملية دي. في نهاية المرحلة دي في موضوع مهم جدا بنسميه مقابلة الدافعية. إحنا عادة أي حد، أي مريض في الصحة العقلية، سواء كان معتمد على المواد المخدرة أو معتمد على الكحوليات أو عنده اضطراب عقلي مع الاعتماد على المواد دي، بيكون عنده رفض مطلق إن هو يستمر في العلاج، شايف نفسه إن هو إنسان كويس ما عندوش مشكلات، إن الناس هي اللي وحشة. فبنستخدم كذلك برنامج اسمه مقابلة الدافعية، أي إن إحنا نحاول نعزز الدافعية عند المريض أو عند العميل إن هو يتحرك ويتقبل إن هو يدخل في البرنامج العلاجي. طبعا المرحلة دي اللي هي كلمة تقييم وتشخيص وصياغة حالة تختلف مهنيا، الكلمات دي على بعض، مش هنتكلم بشكل مهني بس بنتكلم بشكل عام، إن صياغة الحالة ممكن تتعدل وفق البرنامج العلاجي. كذلك التشخيص ممكن نشخص اضطراب معين في البداية، ولكن لازم نتأكد بعد ما يتخلص المريض من تأثير المواد المخدرة إن الشك ده اللي عنده أو الخوف أو الارتباك أو إنه بيكلم نفسه مش حاجة مؤقتة معتمدة بسبب تعطيل المواد المخدرة اللي هي مختلفة. المواد المخدرة مهلوسات، منشطات، مهدئات، منبهات، أو بيتعطى كحول، لازم تتحط ملامح بداية البرنامج العلاجي اللي هو زي ما قلنا فيه ثلاث طرق هنمشي فيها. الطريق اللي هو إعادة تأهيل من اعتماد على المواد المخدرة والكحول، الطريق الثاني اللي هو طريق الاضطراب العقلي أو ما يسمى بالتشخيص المزدوج، الاضطراب العقلي والتعاطي أو حد بيتعاطى واتجه إلى تعاطي المخدرات أو تعاطي الخمر، الطريق الثالث اللي هو شخص عنده اضطراب في الصحة العقلية بدون ما يعتمد على مواد مخدرة. بعد ما استمعنا لشرح الدكتور شعبان عن مرحلة التقييم والتشخيص، احنا دلوقتي تقريبا قطعنا اول الشوط او اول المشوار، وتتبقى المراحل الثلاثة اللي هي العلاج الحقيقي، وده اللي هنناقشه ان شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.